صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام، وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في صباح العيد. هذا العيد الأضحى المبارك اللي بيعود علينا دائما بإذن الله باليوم والبركات، بنعيد فيه على كل مجتمعنا الفلسطيني وعلى كل مشاهدينا، بنصبح فيه كمان وبنعيد على قيادتنا الفلسطينية، على أطفالنا وأمهاتنا، أمهات الأسرى وأمهات الشهداء، الأمهات العاملات، وأيضا الأمهات وربات البيوت يلي بيشاهدونا اليوم من منازلهم وبيعيدوا معنا وبيعيشوا معنا أجواء عيد الأضحى المبارك. وعيد خاص تهنئة خاصة اليوم بنعيد عليك يا منى، صباح الخير وكل عام وانت بألف خير. يسعد صباحك كل عام وانت بألف خير. طبعا خولة مثل ما قلتي بنعيد على كل صغير وكبير بأبناء الشعب، من أبناء الشعب الفلسطيني، عشان هيك رح يكون عندنا كتير تفاصيل بهالحلقة، كتير تفاصيل بهالحلقة بتحكي عن أجمل الأعياد اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، إن كان فيما يتعلق بألعاب الأطفال، الأضاحي، رح نحكي عن السمائية حتى مشاهدينا. صحيح، يعني الأكلات الفلسطينية الحاضرة، الأضاحي وسوق الأضاحي، وهذا الأجواء اللي بعيشها الصغير والكبير، وكمان رح نعيش الأجواء الدينية والإنسانية والنفسية اللي بعيشها مجتمعنا الفلسطيني من خلال صلاة الأرحام، والكثير من تفاصيل حلقتنا لليوم اللي رح نعيشها أنا ومنى مع مشاهدينا الكرام مدة ساعتين. تراث رح يكون معنا كثير تراث، فبدكم تتابعونا فيها أكيد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر. يعني خولة ما في أحلى من تكبيرات العيد، أكيد. صوتها قبل العيد بأيام، بالمحلات، بالشوارع، بكل شيء، بيعطيكي فرحة، بيعطيكي شعور بالأمان، بيعطيكي شعور بالاستعداد لهالمناسبة الدينية اللي عن جد كتير جميلة، وحق علينا أنه إحنا نشعر فيها ونفرح فيها صراحة. يعني هي قبل أيام من عيد الأضحى، لكن كمان الأطفال بعيشوا هاي الفرحة، بيستفسر عن كل التفاصيل المتعلقة بعيد الأضحى طبعاً. فكانت فعلا أجواء جميلة جدا، نتمنى أنه إحنا نعيشها بكل أعوامنا القادمة. أكيد دائما نتمنى أنه يكون كل عيد أضحى هو عيد مبارك، كل أعياد أعياد مباركة بطبيعة الحال، لكن نتمنى أنه دائما تكون سعيدة. ومثل ما قلت يمكن قبل شوي أنه إحنا بكل الأحوال الشعب الفلسطيني بيكون مصر دائما أنه يعيش تفاصيل العيد بغض النظر عن شو الأحداث اللي عاشها، لأنه دائما عندنا أحداث. صحيح. وأكيد بهالفقرة بدنا نرحب بضيوفنا خولة. أكيد طبعا بنرحب بضيوفنا اللي موجودين معنا لليوم، في بنستفتح فيها برنامجنا لليوم اللي هي الفقرة الدينية، بتتحدث عن صلة الأرحام، وأيضا بالإضافة لقيمة اجتماعية هامة جدا وهي القيمة النفسية، وصلة الأرحام قد ايه بتؤدي إلى تقارب اجتماعي وتقارب نفسي كمان، وبتزيد نسبة المحبة بين أفراد المجتمعات كافة، خاصة اليوم بالمجتمع الفلسطيني اللي بيعيش هالأجواء والظروف الخاصة. برحب بضيوفنا اليوم الدكتور عماد حمدتو، طبعا من علماء الأزهر الشريف، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وأيضا الدكتور عبد ربه أبو تيم، مختص تنمية بشرية واجتماعية، أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنتم بألف خير. صباح جميع المشاهدين في تلفزيون فلسطين. يعني أبدأ معك دكتور عماد، يمكن دائما نتحدث عن القيمة الدينية لهذه الأعياد والاحتفاء بها بطريقة إيجابية وعيش كل تفاصيلها بطريقة يحقها فيها على المسلم أن يعيش هذه الأجواء الدينية بما أنها فرض من الله عز وجل. نتحدث عن قيمة صلة الأرحام دينيا واجتماعيا. كل عام وأنتم بخير، كل عام وشعبنا الفلسطيني بخير، كل عام وشهداؤنا بخير وأسرانا بخير ومسرانا بخير. شرعت الأعياد في الإسلام بعد العبادات، نحن نصوم شهر رمضان، نحتفل بعيد الفطر، نؤدي فريضة الحج، نحتفل بعيد الأضحى، نصلي ستة أيام لله، نحتفل بعيد الجمعة. وعندما نقبل ويرتفع التكبير في مكة محفوفا بدماء الأضحية، يوازيه أيضا ارتفاع التكبير في المسجد الأقصى محفوفا بدماء الشهداء، وبالتالي تطيب نفوسنا بهذه الأعياد التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنحن مشمولون بهذه الرحمة والمغفرة وبهذه الدعوة. التفاصيل هاي كلها مثل ما أنا قلت لها أبعاد اجتماعية، وسبحان الله يعني كل شيء يحدث أو يحدثه رب العالمين لسبب. خلينا نحكي على الجانب الاجتماعي. في البداية بهني أبناء شعبنا في مناسبة عيد الأضحى المبارك، وهني قيادتنا الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، والرحمة لشهداء فلسطين
والحرية لأسرانا، البواسل والشفاء العاجل لجرحانا. كل التحية لتلفزيون فلسطين، قيادة هذا التلفزيون والعاملين فيه الذين دائما يحاولون في كل عيد من أعياد شعبنا وكل مناسبة فرح وكل مناسبة وطنية أن ينشروا روح البسمة والفرحة ويعيدوا إلى أذهاننا أننا شعب يستحق الحياة وأننا شعب يقتنص الفرص واللحظات من أجل أن يخلق السعادة والفرح. طبعا عيد كما قال الشيخ الدكتور عماد بأنه العيد هو هدية ربانية لنا كمسلمين من أجل إدخال الفرحة والبهجة على الناس، وعلى والفرحة والبهجة لا تقتصر فقط على الشخص وأسرته بل تمتد إلى الأسر المجاورة. طبعا العيد له فوائد كثيرة، هناك فوائد تختص بالأطفال وهناك فوائد تختص بالكبار. الأطفال دائما عندما يجدون أسرهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم جنب جوارهم في العيد يشعرون بالأمان والعطف والحنو والطمأنينة والسعادة، ويشعرون دائما بأنهم يحتاجون إلى لحظات فرح ولحظات تواصل مع أقرانهم من أبناء العائلة أو جيرانهم في هذا اليوم المبارك. الكبار دائما يحاولون أن يستعيدوا الذكريات القديمة، يستعيدوا صلة الرحم، لأن تعرفون أن ظروف الناس في هذه الأيام قد صارت صعبة، فكل مشغول بتجارته أو بمؤسسته أو بعمله ويحتاج إلى أن يعيد أواصر المودة. ننتقل للدكتور عماد. دكتور عماد، يعني تحدثنا عن أهمية صلة الأرحام من زاوية اجتماعية ومن زاوية نفسية، ولكن المنغصات في حياة المسلم الفلسطيني تحديدا هي كثيرة. كيف للمسلم الفلسطيني أن يعيش أجواء الفرح؟ ما هو المطلوب منه؟ ما هي التفاصيل التي حق عليه أن يعيشها في هذه الأيام الفضيلة؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبالتالي الإسلام لما فرض علي أني أنا آتي إلى صلاة العيد، يسن إلنا أنه إحنا نصلي العيد في العراء أمام العالم كله. ليش؟ حتى يشعر الإنسان بانتمائه إلى هذه الأمة. جميل. وبالتالي احنا كل يوم بدعونا الكريم 5 مرات لأداء صلاة الجماعة عشان أشعر بثقافة الصف الواحد. ثقافة استقيموا اعتدلوا. بعدين بيجيبنا مرة تانية أكبر صورة، أكبر صورة صلاة الجمعة، بعدين صورة أكبر صلاة العيد، بعدين الصورة الأكبر عرفة. هذا اجتمعوا. تصور جميل. نعم جميل. اجتمعوا على أرض واحدة، يا ليتهم يجتمعون على قلب رجل واحد. هذا الاجتماع اللمة اللي بتحكيها هي مراد من مرادات هذه الشعائر. وكمان أنا لما أجي أضحي يسن إلي أني أنا أكل وأطعم. جميل. أحبابي وأصدقائي وأهلي، وأطعم كمان جاري، أطعم منها البائس الفقير. صحيح. بمعنى أنه يمتد خيري إلى المجتمع حتى تختفي الجريمة. حتى يشعر الفقير أني أنا برضو متعاطف معه في مثل هذا اليوم. يمكن دكتور عماد من أجمل الشعائر اللي بنعيشها هي الأجواء اللي بتتحدث عنها، ولكن في تفصيلة صغيرة منا دائما يمكن تحديدا الأمهات بيشعروا فيها، وهي موضوع الوقت في صلاة الأرحام. طبعا ممكن الدكتور طبعا عبد ربه أبو تيم يجيب عن هذا الموضوع أكثر. دكتور عبد ربه، يعني موضوع توزيع الوقت وصلة الأرحام، إنه دائما بيكون وقت العيد قصير، بحاول الناس إنه هم يوصلوا لأكبر عدد ممكن من الأقارب، عمل صلة أرحام أو زيارات سريعة. هذا الموضوع في بعض الأحيان بيشعر الأمهات أو ربات البيوت نوع من الزعل. خلينا نحكي أكثر منا، ولا شو رأيك؟ الزيارات السريعة جدا، بس مع ذلك كمان إنه يعني بيكون الستات، خلينا نحكي بهيك ببساطة، بتكون سعيدة بزيارة أهلها وعائلتها وكذا، بس لأنه البرامج بتكون متراكمة، فبيكون الزيارات سريعة جدا لدرجة انه بنشعر احيانا انه مش ما حسيناش انه في حد اجى عندنا. طبعا دائما واجب على 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 على, 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 على الزيارة ان تطول بعض الوقت، لانه الفتاة او المرأة او الست
بتحب انه يكونوا اهلها يجوا عندها ويقعدوا وتشوف ايش اخبارهم، يطمنوا عليهم، يطمن عليهم. ولكن نتيجه الدنيا عم تتغير دكتور، يعني العائلات عم بتصير اكثر امتدادا. هذه النقطه اللي بدي اركز عليها كنت، انه نتيجه كثره الابناء وزواجهم وكثره ابنائهم والابناء، فكل اسره بتحاول انها بتروح لاكبر عدد من العيلة بدها في اليوم هذا أو خلال يومين حتى تخلص. مثلا الواحد عنده 5 أو 6 أو 7 بنات وتزوجن، 3 أو 4 أولاد بتزوجوا بدهم يروحوا يزوروهم. فكل هذا بيؤدي إلى أنه يحاول يختصروا الوقت بأقل وقت ممكن، أنه حسان يلحقوا يعيدوا الكل، لأنه دائما الناس بتنظر لليوم الاول هو هو العيد اليوم الاول. فالكل بيحاول انه والام والاخت والابن بينتظر اسرته او اسرتها في صباح يوم العيد. دكتور عماد، يعني لربما هي رساله وصلنا فيها الى ختام هذه الفقره تتحدث عن اهميه تجديد العلاقات الانسانيه وتجديد صله الرحم وتجديد الروح من خلال هذه الاعياد الربانيه التي فرضها الله عز وجل على المسلمين جميعا، ونتشاركها في ذات الوقت وفي ذات الشعائر وفي ذات التفاصيل التي يعيشها كل بيت فلسطيني وكل بيت مسلم على وجه هذه البسيطة. هي دعوة لعودة صلة الأرحام، دعوة إلى عودة المحبة وعودة الألفة بين أبناء المجتمعات الواحدة وأبناء المجتمع المسلم تحديدا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عماد حمدتو من علماء الأزهر الشريف، وأيضا الدكتور عبد ربه أبو تيم مختص تنمية بشرية اجتماعية، نورتونا أكيد. وكل عام وأنتم بألف خير من جديد. كل عام وأنتم بألف خير. هلا وانت بألف خير. وهلا خولة رح نكون مع فقرة للزميلة نيفين أبو هربيد. نعم. رح نشوف كيف الأطفال بنبسطوا بموضوع الأضاحي وشراء الأضاحي، قديش عندهم تفاصيل كتير حلوة بتخلينا نحن سعداء فيهم وبشراء الأضاحي. أكيد خلينا نروح للزميلة نيفين ثم نستكمل هذه الحلقة. الأنواع الموجودة بالسوق اليوم، العساف، الروماني، هو أبو اللحم، واللي الناس بتضحيه اللي بيكسب لحم وصل 100 كيلو، 90 كيلو، 80 كيلو، بده 5.5 دنانير الكيلو، زي هيك. والله كل واحد ورأيه وذوقه إيش بده يذبح، يعني ما دخلش. في ناس بتضحي خرفان وفي ناس عجول، ما دخلش. والله جاي انا اتفرج واشتري وابيع وانا تاجر كمان، يعني فهمتي؟ بتنور الواحد، نزبون بده خروف ونزبون بده حمل. الخروف المنيح بقباش لا اجرب ولا اعرج ولا اعور، وبقبا ناصح وفوق 50-60 كيلو بزاله. والله الناس متنوعه، في ناس اللي عندها اصحاب كتير واولاد كتير بقول لك حصه العجل افضل من الخروف، وفي ناس بيقول لك لازم من السنه لازم انا راح خروف لحاله. في ناس بتحب الخروف نفسه. صحيح، في ناس بتضلش تضحي الا بخروف. موسم كل عام وانتم بخير، يعني هدف بهجة وفرحة للناس والشعب الفلسطيني كله. شايف وضع السوق اليوم، وضع الخرفان، شو انت جاي تعمل؟ الوضع ضعيف مش زي كل سنه، يعني جايين ناخذ لنا اضحيه لكن السوق ضعيف، يعني ما فيش هالانتاج الوفير الموجود في السوق، والاسعار غاليه والعلف غالي.
يعني في ناس كتير كانت ناويه تضحي وما قدرتش السنه. والله اعتقد ما حدا يمكن يشتركوا في عجوز، اما اضاحي صغيره اعتقد ما حدا راح يقدر يضحي يعني. قديش تقريبا سعر الخروف بوصل؟ يعني اللي بيبيعوه بست دنانير فيهم 50 كيلو على 6 دنانير. يعني تقريبا ايش؟ يعني 350 دينار بده. كيف بتشوف فرحة الأولاد لما بتجيب أنت أولادك معك على السوق؟ لما أكيد هذا يعني الأولاد بيفرحوا، هذه شعيرة من الشعائر الإسلامية، والواحد بفرح أولاده وفرح أهل بيته وحابب يفرح أهل بيته الواحد، لكن في الظرف هذا الوضع صعب والله. والله جيت من الصبح بدري يعني 6:30 صباحا، عندي شوية خرفان بترزق فيهن، جيت أبيعهن يعني في الوقت هذا، الأسعار المناسبة بتكون إن شاء الله في السوق. شغل الخروف في بلادنا اللي هو العساف هذا الأصلي، أبو الذيل السبعة، ابو الراس اللي شو اسمه الشكل الانسيابي تبعه، هذا الشغل البلدي اللي احنا ايش اللي بنقول عنه. وفي الخرفان البلديه اللي هي مطلوقه مع الرعاه والشغلات اللي تمسيات بسموهن، لكن رغبه الناس معظمها بتيجي في النوع هذا، جربوه من سنين ولقوا انه لحمته وانتاجه تمام 100%، وببدل على اللحم مع الوزن العلف وانتاجه كويس، وان شاء الله الله يوفقنا ويرزقنا فيه. بتشتغلوا في الغنم؟ مع مين اجيت؟ مع ابويا. مبسوط عشان العيد؟ شو بتقول للعالم بمناسبة العيد؟ كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. شو جاي تعمل اليوم على السوق؟ نشتري خرفان عشان هي العيد الأضحى. مبسوطة؟ انت ومين اجيت اليوم؟ احنا وبابا وشز اختي. بتخافيش من الخروف؟ لا بعطش. شو بتحكي للعالم كله بمناسبة العيد؟ بتقولي لهم كل عام وانتم بخير؟ كل عام وانتم بخير، سنة سعيدة عليك. طبعاً رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هالفقرة الجميلة اللي عشناها مع نيفين أبو هربيد وأجواء الأطفال وعيشهم مع تفاصيل الأضحية يلي دائماً بتكون حاضرة، وصورتها ومشهدها بيكون جميل كتير، وخاصة لما بنشوف منى فرحة الأطفال بعيونهم وهم عم بيشوفوا الأضاحي وعم بيعيشوا أجواء العيد الجميلة هاي، نتمنى نعيشها بكل سنة إن شاء الله. أكيد أكيد أكيد، وبدنا نعيد على زميلتنا نيفين اللي مميزة دائماً بفقراتها اللي بتقدمها. أكيد كل الشكر لك نيفين. وبما إنه إحنا عم نتحدث عن الأضاحي وشفنا أجواء الأضاحي، بنعرف قديش عيد الأضحى المبارك تحديدا بتكون في كميات كبيره من اللحوم يلي بتصل للمنازل الفلسطينيه، لهيك بيكون في عمليه استهلاك عاليه، بالاضافه لمشكله بانقطاع التيار الكهربائي يلي بتعيشها المحافظات الجنوبيه خصوصا. رح نتحدث منى اكيد بهذا الموضوع اكثر باستفاضه مع الدكتوره سماح وادي اخصائيه التغذيه. يسعد صباحك وكل عام وانت بالف خير. يسعد صباحك وصباح الساده المشاهدين وكل عام وانتم بالف خير. انت بالف خير يا رب، اهلا وسهلا فيك معنا. يعني دكتوره سماح، دائما اول يوم العيد يعني اكل، يعني لحمة على فسيخ على كعك على كل ما يمكننا نتخيله. صحيح. يعني فخصوصا أنه بتجي أيام صيام كمان قبل العيد، فبالتالي كلنا بنعاني أول يوم العيد، كيف فينا نتجنب هذا الموضوع؟
بداية طبعاً زي ما حضرتك تفضلت إنه في بسبق هذه الأيام يوم العيد في 10 أيام الناس بتصومها. ببلش طبعاً بيجي الموسم ببلش طبعاً عنا كعك معمول فسيخ طبعاً بتختلف الأذواق بناء على العادات الاجتماعية لدى كل بيت ولدى كل أسرة. ما بتلاقي في اختلاف في تنوع الأطباق ما بين الأصناف اللي حضرتك طبعاً ذكرتيها ما بين سواء كان الأطباق المعتاد تناولها أو حتى بعض أصناف الحلويات. يعني ممكن في ناس بتاكل صمئية، ناس بتاكل فسيخ، ناس لا، ناس بتعمل كعك، ناس لا، ناس بتعتمد على الأعضاء الداخلية للحيوان اللي بده يتم ذبحه زي الكبد زي الطحال. فطبعا زي ما قلنا اللي هي الامور بتختلف والعادات بتختلف، لكن يبقى الموضوع انه الجهاز الهضمي واحد، ويبقى الموضوع انه المعده المستقبله للغذاء هي واحد. فهنا طبعا بتصير عندنا المشكله ما بدنا نقول احنا تنوع غذائي، لانه هذا بيصير هنا في عندنا مشكله في تنوع غذائي. بنحكيها التنوع الغذائي على حاجه ايجابيه لما انا بكون بركز على كل العناصر الغذائيه اللي انا بدي اتناولها بطريقه صحيه، لكن احنا هنا عمالنا نتناول الأطباق كلها بطريقة غير صحية. فأنا ممكن إحنا نقول التلبك المعوي، نقول اختلاط التغذوي الغير صحيح، العادات الغذائية أو السلوكيات التغذوية الغير صحيحة. فهي كل هالأمور رح تعكس علينا على أجسامنا على الجهاز الهضمي. هلأ أنا كأن أنا حب أعيش الموسم تبعي بتناول كافة الأمور أو الأصناف تبعت العيد، مفروض أنه أنا كشخص أنا براعي شو بدي أتناول بهاي اليوم، شو بدي أتناول بوجبة الإفطار. أنا خلال زيارات الاجتماعية هل أنا بكل بيت بدي أنا أتناول نفس الصنف؟ هل أنا في كل بيت لازم أنا ما أكسفش المستقبل إلي وأتناول نفسك؟ تسمع نفسك قبل أن تتناول. هذا الموضوع محرج جدا بصراحة، بالذات يمكن مش الأمهات بقدر ما هو الضيوف اللي هم الرجال والأطفال اللي عادة بيعملوا عملية صلة الأرحام. بكون كتير موضوع متعب لهم ومرهق من ناحية السكريات العالية وشرب القهوة والسوائل المرتفعة. لكن في مشكلة تانية منى، وهي مشكلة الكميات الكبيرة. هو المشكلة مش في النوعيات بقدر ما هي في الكميات. الشغلة التانية قدي بتكون هناك أمهات عندها تخوف من انقطاع التيار الكهربائي، فبتضطر باليوم الأول تحديداً أنه هي تطبخ كمية أضعاف مضاعفة عن الكميات المعتاد عليها الأسرة العادية. يعني مثلاً إذا بتطبخ باليوم كيلو واحد من اللحوم ممكن تلاقيها طبخت 4 أو 5 كيلو خوفاً من أنها تفسد بالثلاجة، يعني نظراً لانقطاع التيار الكهربائي. هل هذا شيء صحي يعتبر؟ هذا بالإضافة للحوم أصلاً المخزنة، يعني صحيح. لأنه نحن عندنا بعاداتنا وبديننا أنه لازم نتبادل الأضاحي، حصص الأضاحي، وبالتالي بيكون أصلاً في كميات مخزنة مع انقطاع التيار الكهربائي. يعني عن جد في تفاصيل يمكن الأمهات بيحسوا فيها كتير وبيحملوا همها، كيف فينا نتصرف؟ هل إذا على قد كيلو لو بإحنا بدنا نقسمها على عدد أفراد الأسرة بناء على الحصة الغذائية بنقول الكيلو أوكي ممكن نمشيها يعني. بس إحنا لما إحنا نقول عمالنا بنفطر أعضاء داخلية، ممكن كمان يتغدوا اللحمة مسلوقة، ممكن يتعشوا كمان نوع من المشاوي، وكمان أحيانا إحنا كمان حتى لو بعيد الأضحى بتتوافر عنا اللحوم الحمراء إلا ما يصير عنا دمج باللحوم البيضاء. بتلاقيهم عمالهم هم بيشوا لحوم بيضاء ولحوم حمراء. وطبعا إحنا زي ما إحنا عارفين زي ما ربنا بيحكي ولحم طير مما يشتهون، يعني احنا المفروض احنا بنقرر شو احنا بنشتهي، يا لحمه حمراء يا لحمه بيضاء، والافضل لنا اللحوم طبعا البيضاء، ولكن تزامنا مع الموسم وتوافر اللحوم عنا فاحنا بنختار اللحوم طبعا الحمراء. هلا شو انا كربه بيت كربه اسره انا بدي اقدر اتعايش مع بيتي بتوافر اللحمه هذه؟ ممكن ما بدنا نقول على مدى بعيد لانه بالاخير هي راح تكون كمان لحمه مجمده. هلا في ناس طبعا كثير بتدرك هذا السؤال ما بين المستهلكين، أنا ما بأجيب اللحمة وبحطها بالفريزر هلأ لفترة طويلة بتصبح طبعاً اللحمة طبعاً مجمدة. بتسألوا هي شو بتفرق عن اللحمة المجمدة اللي إحنا أصلاً بنشتريها؟ صحيح. طبعاً هي بتفرق كتير، بتفرق أحياناً اللحمة المجمدة اللي إحنا بنشتريها هل هي نفسها من نفس البلد؟ بتختلف أحيانا انتقال اللحوم من بلد لبلد آخر من رقابة من تفتيش من إضافة وهل بعض وهل المدة الزمنية حافظة. كمان للتجميد، يعني مثلا اللي بتجمد داخل المنازل مثل اللي بتجمد بالمصانع بآلية التجميد المختلفة بالمدة الزمنية اللي استغرقها عملية التجميد، يعني كمان هذا له دور كبير بنوعية وفائدة اللحوم المستخدمة.
طبعا كل هاي العوامل اللي بتلعب دور كبير واساسي. واحنا زي ما حضرتك كمان تفضلت انت عندنا مشكله كتير كبيره بقطاع غزه انقطاع التيار الكهربائي، فاغلب الامهات بتقول يعني انه انا اتخلص من اللحوم هذه واطفالي يستهلكوها احسن طبعا ما تم طبعا فساد هذه اللحوم. هلا ممكن احنا كربه بيت نعمل اداره جيده هاي اللحوم، انا بقرر انا ببيت هاي الاسره قديش معدل استهلاكها من اللحوم، التخزين تبعنا بده يكون كالتالي. اول شيء انا بدي اقسم الحصه الغذائيه على مدار اسبوع على مدار شهر، قديش هي بتكون عامله حسابها من هاي الموضوع، بتقسم الحصه الغذائيه في كل باكت لحاله، ما بصير هي تطلع باكت اللحمه وتاخذ منه حصتها وترجع الباكت الثاني. هل عمليه سيلان او اللي احنا الدم اللي بنشوفه هاي عمال اللي بينزل من اللحوم او من الاعضاء الداخليه، حتى بدنا ننوه لكمان شغله طريقه اعدادنا بنركز عليها بعد شويه، كيف بيكون طريقه اعدادنا خطا وبتم فيه فقد كبير من العناصر الغذائيه. هلا احنا لما احنا عمالنا بنطلع اللحمه وهي عماله زي ما بنقولها بالعاميه بتسيح وبنغسلها وبتسيح وبنغسلها، هي عمليه الفقد بعملها بتصير هي حديد هي زنك هي سيلينيوم هي مجموعه فيتامينات بي كلها. طب انا عمالها بتسيح وعمالها بغسل لحمه وبغسل بتسيح، انا باكل لحمه ليش؟ اصبح انا بس اكلت الياف، ما اخذت العناصر الغذائيه اللي انا بحتاجها. كذلك اعداد الاعضاء الداخليه زي مثلا الكبده، هلا بتلاقي ناس كتير من الكبده لما بقطعوها ويفضل كمان قبل ما انا اجي استهلك اللحوم باي بغض النظر عن اي نوع من اللحوم انا ابردها شويه. احنا لما نبرد شويه اول حاجه بقل النمو البكتيري. تبريد مش تجميد، في فرق بين تبريد وبين تجميد بالزبط. التجميد بيعني قتل للميكروبات الغذائيه، بينما التبريد انا بدي اعمل ايقاف لعمليه النمو البكتيري. هلا احنا كمان بهاي الموسم بتزامن مع عيد الاضحى زي ما احنا شايفين في فصل الصيف، فهي عامله عامل الحراره ووجود اللحمه على بعضها وتراكمها على بعضها وما في عامل الوقت ما بين التقطيع ما بين التخزين ما بين التحضير ما بين التوزيع ما بين اصلا اثناء عمليه النقل، اصلا ما هو عمال بنقل اللحمه من بيت لبيت بسياره، عفوا السياره هذه مش مبرده كما بيتم توزيع اللحوم في المول مثلا صحيح. او بيكون في يعني محلات ثانيه. تداركا للوقت يمكن السؤال اللي بتبادر لذهني انا ومنى انه شو الحل؟ يعني شو المطلوب من ستات البيوت اليوم؟ هلا احنا بنقول ممكن على اثناء نقل اللحمه اثناء التوزيع، ممكن احنا بنكون معنا بالسياره صندوق فيه ثلج، احنا عمال بنحط اللحمه، هي نوعا ما بتقلل من نمو البكتيريا، احيانا ممكن اللحمه تصل لمرحله الفساد، يعني ممكن لو اخر بيت هو يطلع للحمه ريحه سيئه، هي من مكونات لانه زي ما احنا عارفين المكونات تبعت اللحوم هي عباره عن بروتين وعباره عن دهون، هاي البروتين مع الدهون مع عامل الحراره عماله بتتفاعل فبتعطي التفاعلات اللي احنا عمالنا بنشمها من الرائحه الكريهه او الالوان اللي بتظهر على اللحوم كعلامه من علامات الفساد. زي ما قلنا انه اول شيء ربه البيت بدها تقسم الحصه الغذائيه. احيانا احنا عشان انقطاع التيار الكهربائي ممكن يتم سلق اللحمه هاي، يعني انا بدي اقرر انه هاي صحيح حصه غذائيه، احيانا كمان انه الثلاجه نفسها ما بتكون بتجمد منيح. مش بس انه يعني في بعض اللي هو انواع من الثلاجات اللي هي بتضلها محتفظه بالبروده الى نوعا ما، لكن ممكن احنا نقوم بعمليه سلق هذه اللحوم ومن بعد هيك كمان احنا نخزنها زي كانوا طبعا ممكن انه تتخزن اللحمه بعد ما يتم يعني مطبوخه فعلا. زمان ما كان في ثلاجات، كانوا احيانا يعملوا عمليه سلق للحمه ويخبوها او زي ما يقول بيملحوها، لكن بتضلها عمليه الفقد للفيتامينات وبصوره اكبر وانا ما بستهلك منها لما بيتم طريق تخزينها بطريقه خطا وانا كل شويه عمال اطلع واقطع وارجع واقطع وارجع. طبعا هي سوء التخزين وسوء اداره ربه البيت تحديدا هي اللي بتعملنا مشكله في عمليه تخزين واستهلاك اللحوم وطريقه حتى اعدادها. فدايما بنقول انه العامل الاساسي في حفظ واستهلاك اللحوم هي ربه البيت نفسها. أكيد. هي بتعرف نفسها شو تدير وشو تعمل. يمكن من الاشياء الايجابيه اللي فينا نحكي فيها هلا انه صار في كثير وعي فيما يتعلق بال الأمور الغذائية، يعني صار في عنا السوشيال ميديا دائما في فيديوهات تعليمية، صارت الست عم بتحاول أنه هي دائما تبحث أكثر تعرف شو الأحسن شو الأفضل لها ولعائلتها، وبالتالي يمكن هذا هي مشاكل عم بتقل شوي. وبندعو الجميع أنه يهتم بهاي المواضيع لأنه كل أم أكيد بتحب أنه عائلتها تكون بأفضل حال دائما. بدي أشكرك جزيلا دكتورة سماح وادي أخصائية التغذية كنت معنا. نورتينا أكيد وكل عام وأنت بألف خير. شكرا أنت بخير. منى يمكن إحنا بنعيش أجواء عيد الأضحى المبارك من سنوات طويلة، لكن في ناس لأول مرة بتعيش أجواء هذا العيد وهم أسرانا البواسل يلي تحرروا لأول مرة وبيعيشوا هاي الأجواء بين أسرهم وبين مجتمعهم الفلسطيني. أجواء جميلة
صعبة على القلب إنه هو يستشعرها، لأنه ما بيعرف هذا الشعور إلا اللي عاش هاي التفاصيل حقيقة. لهيك رح نتعرف على تفاصيل فقرتنا القادمة مع الزميلة نيفين أبو هربيد مرة أخرى، ورح نعايش معاهم قصة أسير بيعيش تفاصيل عيد الأضحى المبارك لأول مرة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله. كل عام وأنت بألف خير، ونورت البيت ونورت الديار كلها. أهلا وسهلا بيكو، كل عام وأنت بألف خير. الآن بدنا نحكي يعني عن تجربتك الطويلة في السجن في الأسر. كم سنة تم أسرك وكيف كانت هاي المدة؟ الاعتقال كان 16 عام، و بالتأكيد يعني الاعتقال والأسر مرحلة صعبة وسنوات طويلة من المعاناة والألم، وأساسها البعد، يعني أساسها المعاناة والألم هو البعد عن الأهل والأحبة. أي فترات أكثر إشي كنت تفتقد الأهل والأحبة؟ نحكي بالمناسبات بالأعياد، كيف كانت تمر؟ أكيد أكيد بجميع المناسبات، سواء كان أفراح وأطراح، يعني بدور في راسك شغلات كثيرة، بس بالتأكيد إنه هاي المناسبة، يعني بتحكي عن 32 عيد، أنت بتحكي عن 32 عيد بعيد عن الأهل، وظروف الحياة أصلاً ظروف الحياة صعبة، أنت همك معاناتك ألمك الناس اللي حواليك، معاناة الناس اللي حواليك بالسجن، أو معاناة أهلك وألم أهلك اللي هم فقدينك في هاي المناسبات. كيف كنتوا تحتفلوا بالعيد في الأسر؟ هل كان يمر كنتوا تعملوا طقوس، ولا كان يمر بدموع وألم، أو كنتوا تتغلبوا؟ يعني نحكي عن العيد كيف كان يكون في السجن. بالتأكيد يعني الألم موجود لكن الأمل موجود، بالموجود كنا بداخل السجن، يعني الإشي البسيط الموجود نصنع منه شغلة، يعني على أساس إن الإنسان يكون يعني قريب جدا من تواصله مع أهله وكذا بهاي الطقوس البسيطة اللي بده يعملها. طب نحكي كيف مثلا كان يبدأ صباح العيد؟ كنتوا في السجن أي ساعة تصحوا؟ شو كنتوا تعملوا بالضبط؟ صباح العيد يعني احنا بنعرف صلاة العيد من خلال التلفزيون، انه الساعة كذا في صلاة العيد بتكون مثلا في المسجد الأقصى، أساس يتم احنا نوازن بين توقيت الأوقات. بيتم عدد السجن الصبحيات، بيصير في عدد للسجن للأسرة في داخل السجن، وبعدها بيطلعوا الشباب للصلاة العيد للفورة فورتي ساحة السجن، وفي ساحة السجن بيتم الصلاة، وبعد ذلك بيتم الناس بتسلم على بعضها، يعني مش هالأجواء، يعني أجواء هي تقاء، يعني هم موجودين في النهاية موجودين مع بعض على مدار الساعة، بس بدهم يصنعوا من 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 هذا الألم والمعاناة أمل، يعني بزبطش إنه كمان نتقوقع وإحنا بعيدين، يعني إحنا بعيدين عن الخارج. آخر أيام كانت صعبة جدا صعبة جدا جدا، يعني في انتظار وفي بدكاش مفاجآت تصير
لأنه أنت في النهاية من لا تأمن شر الاحتلال وبتكش مباشرة. كانت أوقات صعبة بتمر ببطء يعني ما فيش أمان. هاي الليلة ولا دقيقة نمنا فيها يعني. وصلنا سجن عسقلان الساعة 3 أو 4 المساء العصر، من 4 العصر لثاني يوم الساعة 1 الظهر ما نمناش، وإحنا في حالة توتر وانتظار. ولما خرجت من المعبر ما عرفتش إنه هاي بلدنا صراحة، ما عرفتش البلد. وحتى الوجوه اللي أنا يعني شفتها أول ناس، وجوه شباب صغيرة في العمر وما عرفتش واحد، ما عرفتش هذا فيهم لغاية ما وصلت الأهل. يعني أول ما شفت الحجة، شفت أمي اطمأنيت، هان صار الشعور بالاطمئنان لما شفت والدتي، يعني إني أنا خلاص وصلت. شو شعورك اليوم وانت بتقضي العيد ان شاء الله بين اهلك واحبابك؟ هل العيد اليوم مختلف؟ جدا جدا مختلف، العيد مختلف جدا، لانه 32 عيد انا مش موجود، 32 عيد اليوم انا بين اخوتي وبين الاحبه وبين الاهل وبين الاصدقاء موجودين، يعني ايش جديد؟ انا بالنسبه لي ايش جديد؟ الحمد لله. لما قالوا هيو هطلع في الصال مش عارف كيف جريت، مش عارف كيف جريت لما وصلت وحضنته. وإن شاء الله يا رب كل أم تحضن ابنها زي ما أنا حضنته، وربنا يفرجها عليهم كلهم يا رب. الحين فرحة كاملة الحين الحمد لله، إن شاء الله يا رب كل هيك يبقى يفرح فرحتي أنا الحمد لله. فرحتنا كاملة ونفرح بلمتنا وبجامعتنا مع بعض، ربي كريم الحمد لله. يا والحمد لله يلا، يا زالت الهموم إن شاء الله، يا والمي عم جراها، يا والفرج من عند الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن مشاهدينا تابعنا هالأجواء الجميلة لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال. طبعا بنوجه تحية كتير كبيرة للأسرى في سجون الاحتلال، وأكيد نحن يسعدنا أن نحن نشارك أسير فلسطيني خرج من السجن بعد سنوات طويلة ليشارك أطفاله فرحة العيد لأول مرة. يعني خولة هلأ بدنا نحكي كمان عن موضوع كتير مهم، وهو موضوع كيف نتعامل مع أطفالنا خلال إجازة العيد وخلال الإجازة بشكل عام، لأنه نحن يعني عم بتوافق أنه الإجازة الصيفية وإجازات العيد بالضبط، فالمفروض أنه يكون في كتير أنشطة وكتير يعني بتفاصيل المفروض نكون درسين يمكن كل شيء يتعلق بأبنائنا كيف ممكن يستفيدوا من الوقت بأفضل شكل ممكن. ولهالسبب رح يكون معنا ضيفنا الأستاذ إبراهيم الشطلي مدير مركز القطان في قطاع غزة. أهلا وسهلا. نورنا أكيد. سلام وأنت بألف خير. سلام وأنت بألف خير، وكل عام المشاهدين بألف خير. يعني صباح الجميع. أكثر الناس علما بتفاصيل الطفل الفلسطيني اليوم وظروفه الخاصة يلي بعيشها بهالمجتمع الفلسطيني يلي دائما مليء بالأحداث هو مركز القطان، نظرا لمتابعته لمدار سنوات طويلة للتفاصيل اللي بعيشها الطفل الفلسطيني لليوم. إجازة آمنة هو العنوان الأساسي اللي نتحدث عن طفل بعيش كل هاي التفاصيل المختلفة، لكن كمان عنده فرصة وفسحة من الأمل إنه هو يعيش عيد جميل ومناسب، وإجازة آمنة كمان لإله بيستغلها وبيستثمرها بأفضل الأوقات. خلينا نتحدث عن أبرز هاي النقاط وكيف ممكن فعلاً إنه إحنا نسخر هاي التفاصيل لطفل فلسطيني بعيش إجازة جميلة وآمنة. بداية اسمحي لي أن أشكركم على هذا الاستضافة وعلى هذا التركيز على توفير مساحات آمنة للأطفال الفلسطينيين، خاصة بعد العديد من الظروف التي يعيشها من خلال عدوانات متعددة، من خلال ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة قد تحد من إمكانية وجوده. وبالتالي هان جدوى وجود المركز الثقافي وتحديدا مركز قطان الثقافي بقطاع غزة، والذي أطلق خلال هذا الصيف مع انطلاق فترة الإجازة الصيفية للأطفال في قطاع غزة
وفي فلسطين بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي أطلقت تحت عنوان من المنطرة إلى المعصرة 50 يوم مقدر، وهي الموروث الثقافي الفلسطيني لدلالته على الصيف الفلسطيني، وهو الارتباط الهوية الفلسطينية بمساحات الآمنة وبمجموعة من الأنشطة. هذا العنوان تخلله العديد من الأنشطة، وأطلقنا من خلاله ما يزيد عن 100 نشاط متنوع ما بين ثقافة العلوم وبين الفنون السمعية البصرية، الفنون البصرية، وأيضا الأنشطة التي تتعلق بالتكنولوجيا والتصميم، وأيضا مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بالمكتبة والتي يحتضنها مركز قطان، والتي تعد من أكبر المساحات والمكتبات الفلسطينية موجودة بقطاع غزة، والتي تضم ما يزيد عن 5000 مادة مكتبية متنوعة متجددة تساهم بتعزيز الموروث الثقافي والمعرفي لدى الأطفال. وهان يجب الربط ما بين الإغناء والموروث المعرفي، وما بين أيضا قضاء وقت ممتع ومفيد ما بين أروقة الكتب وأيضا المختبرات التي يوفرها مركز القطان من خلال مركزه بقطاع غزة. بلاحظ يمكن أستاذ إبراهيم أنه قديش أنتم بتحاولوا أنه تدمجوا ما بين الأمور اللي لها علاقة بالإرث والثقافة والأمور اللي لها علاقة أيضا بالتكنولوجيا الحديثة، قديش هدول عنصرين ممكن يكونوا شيء أساسي في تشكيل شخصية الطفل بأيامنا هاي؟ يعني من فهمنا لطبيعة التطور والنمو الخاص بأطفالنا الفلسطينيين يجب أن نواكب كمان هذا الحدث، ونواكب أيضا التطور التكنولوجي الذي مرافق ومعاصر لطفولة أطفالنا الصغار، وبالتالي يجب أن نعطي هذه المساحة ما بين الجذب وبين التنويع وبين الإغناء المعرفي. وهنا محاولة هذا التوظيف هي أصلا لكسب العلم وكسب المعرفة، وبالتالي مركز قطان في رسالته الرئيسية هو خدمة الثقافة والتربية في فلسطين والوطن العربي، وبالتالي يجب أن ندرك مسبقا حينما نخطط لأي نشاط بهذا الاحتياج، باحتياجات الأطفال الفلسطينيين، وبالتالي نسعى لتلبية هذا الاحتياج من خلال منظومة ومن خلال مجموعة من الأنشطة التي تخطط مسبقا لتلبية هذا الاحتياج، وأيضا تحقق رسالة المؤسسة من خلال هذه الأنشطة وهذه التدخلات المعرفية. ولا ننسى أيضا بأن الطفل هو بحاجة لهذا التنوع لكي يدرك مستقبلا ما هي احتياجاته وما هي مسارات التعلم التي يسعى إليها، وبالتالي يحدد مستقبله، وبالتالي هو مستقبلنا كفلسطين أو مستقبلنا كفلسطين بشكل رئيسي. صحيح. يمكن من أكثر التفاصيل اللي يعني بنشاهدها وبنعرفها دائما أن الطفل الفلسطيني له خصوصية نظرا لطبيعة الظروف يمكن اللي بعيشها على مدار سنوات سابقة وما زلنا لسه بنعيشها، وفي ترقب دائما صراحة لأي حدث ممكن يصير على الأراضي الفلسطينية. لهيك قديه بنقيم مستوى الطفل الفلسطيني في تفاعله مع الأحداث ومجرياتها، وأيضا تفاعله مع المراكز الثقافية المتنوعة اللي بتكون متخصصة لتقديم مجموعة من المعلومات ومجموعة من الفعاليات الخاصة بالطفل. هل بتشعر أنه الطفل الفلسطيني اليوم حصل فعلا على خصوصيته بتميز؟ هل حصل على كافة الفرص اللي ممكن يحصل عليها أي طفل عربي أو أي طفل عالمي مثلا؟ شو الخصوصية اللي بتميز فيها الطفل الفلسطيني اليوم؟ يعني جميعنا يدرك، واسمحي لي أن أعقب على الجزء الأول من سؤالك، في موضوع أنه نحن نعيش ظروف استثنائية غير عادية فيها مجموعة من التحديات التي قد تخلق واقع اجتماعي واقتصادي وحتى ثقافي مختلف تحديدا في قطاع غزة يعني بالتخصيص، وبالتالي هذا الانعكاسات وهذه المؤثرات كأي إنسان سواء كان في عمر النشأ أو في عمر الطفولة أو في عمر أكبر هو يتأثر بمحيطه، وبالتالي إذا تحدثنا عن الطفل الفلسطيني هو دائما يشعر بالأمان في محيطه، في محيط عائلته اللي هي النشأة الأولى والنواة الأولى لهذا الأمر. وبالتالي في تدخلاتنا في مركز قطان نحاول أن نعكس علاقة مشتركة ما بين الطفل نفسه والربط بأسرته ومحيطه، وبالتالي هناك قسم خاص كامل يقدم خدمات للمشاركة المجتمعية داخل أروقة المركز، وبالتالي نعزز مجموعة من الأنشطة للأطفال والدون السادسة مع أهاليهم. يعني أستاذ إبراهيم بنعرف أنه خلال فترة العيد في أنشطة كثير، في ربما معظم الأنشطة هي أنشطة اجتماعية لكن هي مش منفصلة ربما عن الأنشطة الاجتماعية اللي بتكون إن كان في المراكز ولا إن كان في أي مكان مهتم بشكل مباشر بالأطفال. بالتالي برأيك كيف المفروض أنه نحن نستمتع مع الأطفال في خلال فترة العيد مع أكثر قدر ممكن من الأنشطة اللي ممكن تكون مفيدة لإلهم ولإلنا كمان؟
بالتأكيد يعني تعريجنا هذا الموضوع يقوم مجموعة من المنشطين والعاملين في مركز القطان على تصميم وتحديد مجموعة من الأنشطة التي تهيئ الأطفال إلى استقبال فرحة العيد والاستمتاع بها من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم فيها، وبالتالي حتى التصميم الخاص بتهنئة للعيد هو يتم من خلال ورشات للفنون البصرية باستخدام مجموعة من الأدوات والأنشطة والتي من خلالها يقوم الأطفال بتصميم تهنئة العيد، وبالتالي هي التي تنطلق ويعود الأطفال من مركز القطان إلى أهلهم للاستمتاع بهذه التهنئة ومشاركتها عبر أدوات الإعلام الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، والتركيز عليها بأن ما هي قيمة العيد؟ هي قيمة العيد التسامح، التقبل، والاستمتاع بهذا الوقت وتوظيف هذا الوقت للعلاقات الاجتماعية وتعزيز التقبل والفعاليات الخاصة بالأسرة، وبالتالي مشاركة هذه اللحظات الجميلة مع الأطفال الذين لم يحضروا إلى المركز أو للأهل الذين لم يستطيعوا لإنشغالاتهم للوصول إلى المركز، بالتالي من خلال مشاركة هذه الأنشطة وهذه الأفكار مع أهاليهم داخل منزلهم، وأيضا يتم من خلال مشاركتهم مع أصدقائهم ورفقهم سواء خلال إجازة العيد أو خلال الأنشطة والفعاليات الأخرى ليعودوا متحمسين لاستمرار واستمتاع بحياتهم اليومية والحفاظ على رونق ومساق تربوي ثقافي، وأيضا يعزز حماية الطفولة ويشارك في تعزيز شخصياتهم وتفاعلهم مع أحداثهم اليومية. يمكن من هذا المنبر ممكن نتحدث عن نقطة كتير مهمة بأنه مش كل أطفال المجتمع الفلسطيني اليوم منتسبين لمؤسسات صح. متعلقة بالثقافة أو متعلقة بالطفل، كمان خلينا نحكي عن فرصة خاصة لهؤلاء الأطفال اللي اليوم عندهم مساحة كبيرة من الوقت خاصة بالإجازة الصيفية، أجواء جميلة من العيد يمكن رح تنتهي خلال يومين قادمين، ولكن قد ايه مهم انه احنا نستثمر هاي الاجازه؟ شو النصائح اللي ممكن نقدمها اليوم للاسره الفلسطينيه عن اداره الوقت للطفل للاسره؟ شو ابرز الفعاليات او الانشطه اللي ممكن تقوم فيها الاسره الفلسطينيه داخل المنزل او خارجه مع الطفل؟ يعني بالتاكيد من اولى النصائح هو ان يخصص الاهالي جزء من وقتهم بعيدا عن انشغالاتهم، بعيدا عن مشقات الحياه والتحديات اللي تواجههم للاستماع والاستمتاع مع اطفالهم. ليس بالضروره ان يكون هناك مراكز ثقافيه وان كانت مهمه جدا خاصة في ظل التحديات، بأن يشتري له بدلا من يشتري له مجموعة من الحلوى والسكاكر أن يشتري له كتابا وقصة يقرأها معه جميل. قبل النوم بإمكان أن يعيد تدوير مجموعة من مخلفات البيئة التي نستخدمها من أدوات البلاستيك وأن يوظفها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التربوية التي تحفظ داخل غرفته أو داخل غرفة طفله جميل. أو طفلته. بالإمكان أيضا أن يشارك معه بنشاط ما حتى لو كان مسار للمشي من المنزل إلى نقطة ألف أو باء في أي مكان هو يريد أن يشاركه. الفكرة أن يشارك طفله أو تشارك طفلته بمجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية التي تعزز العلاقة التربية حتى لو لم تكن مرتبطة بفكرة معينة أو حتى بالذهاب إلى مركز ثقافي ما سواء كان بغزة أو بمحيط سكنه، لكن الذي ندعو من خلاله للزيارة أو لأن يصبح منتمياً لمؤسسة ثقافية أو تربوية هنالك متخصصين يوفرون تلك المساحة ويوفرون مجموعة من النصائح التي تعزز وتشركه ويشعر الطفل بأن والده أو والدته شريك معه صحيح. في هذه اللحظات الجميلة وتترك ذكريات لطيفة تستمر لتعزيز هذه المساحة الآمنة بينه وبين أولياء أموره وأيضاً ما بين مساره المعرفي والتربوي التي يستفيد منها الطفل مستقبلا. وهون يمكن خليني أستاذ إبراهيم أنا أوجه لشغلة أنه يمكن كثير من الآباء طبيعة شغلهم ما بتسمح لهم أنه يأخذوا إجازات عشان يقعدوا مع أطفالهم، وبالتالي إجازة العيد هي من الأيام القليلة خلال السنة اللي بيكون في فرصة للأب أنه يقعد مع أطفاله لأكثر من يوم صحيح. وبالتالي يمكن إحنا كأهالي المفروض شوي نكون مركزين على نقطة أنه شو بدي أعمل مع طفلي، كيف بدي أقضي الوقت، كيف بدي أحس حتى بهي الأيام القليلة يعني. وشو اللي فاتني تحديدا بالنسبة للأباء، يمكن الأم مرتبطة بالأطفال أكثر، بالنسبة لأباء وطبيعة شغلهم عم بيكون في دايما في بعد يمكن وقت أقل، بالتالي هناك حاجة لأنه نستفيد من هذا الوقت بعناية شديدة. هو صراحة يعني موضوع الانشغال أصبحت الأمهات الآن أمهات عاملات يعني وليس منوطا هذا التحدي فقط بالأباء، ولكن لكلا الأب والأم العاملين والذين يعني ينشغلون كثيرا خلينا نقول بمشقات الحياة لتوفير هذه البيئة الآمنة وتوفير صحيح. أساسيات الحياة الكريمة لأطفالهم،
يعني أعتقد أن مساحة العيد ومساحة وقت العيد هي إجازة يخطط لها مسبقاً. صحيح. من قضاء وقت مع العائلة، من زيارات المعايدات، من قضاء تجميع الأطفال الفلسطينيين في داخل بيت الجد والجدة، يعني عملية المشاركة، عملية التفاعل والزيارة بحد ذاتها هي واحدة من الممارسات الإيجابية التي ندعو الأهالي للحفاظ عليها ونبذ القطيعة، خاصة أننا في أيام فضيلة تكون في أيام عيد الفطر، عيد الأضحى، والذي نتمنى أن يكون عيداً جميلاً على الجميع. ثانياً، هنالك مجموعة من الفعاليات التي أصبحت اليوم هي تخطط لها، من خلينا نقول طشات، يعني استراحات، يعني كل ما يجمع الطفل بأسرته بمشاركة اجتماعية بيشعر فيها بقيمة الأعياد وبقيمة المناسبات، وأيضاً بيشعر بقيمة وجود الأهل يلي بيشاركوه كل تفاصيل حياته، كمان فرصة كمان للأهل أنهم يتعرفوا على شخصية الطفل، كمان زيارات الحدائق العامة للمساحات. احنا يعني محظوظين بوجود البحر على سواحل مدينة، ومحظوظين بوجودك معنا اليوم بصباح العيد، ونورتنا اكيد الاستاذ ابراهيم الشطلي مدير مركز القطان الثقافي، نورتنا وكل عام وانت بألف خير. شكرا جزيلا استضافة، وكل عام وانت بخير، وانت بألف خير لجميع المشاهدين. شكرا كثير لك منى. اجواء عيد الاضحى المبارك ما زالت لسه مستمره معنا، أكيد. بس بنعيشها بتكبيرات العيد، بنعيشها بكل التفاصيل، واجمل شيء فيها طبعا دائما اللي بنشوفها هي الفرحه الموجوده بعيون اطفالنا. اكيد. وهلأ مشاهدينا رح نكون مع الزميلة رشا أبو دراز لمتابعة أجواء العيد، خليكم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. اليوم إحنا موجودين في أحد شوارع مدينة غزة، بنرصد حركة المواطنين واستعدادهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتجهيزات اللي بيقوموا فيها للاستعداد للأعياد بتكون أكيد تجهيزات مفرحة وسعيدة بالنسبة لهم. خلينا نتابع سويا هذه الأجواء مع بعض. بداية العيد هذا أحلى من عيد الفطر بالنسبة إلي أنا، لأنه اليوم 4 ذو الحجة والتفاعل في الأسواق مبينة من أولها، يعني إن شاء الله تكون بداية سعيدة من هلا يوم العيد إن شاء الله. والله بتكون ممتعة، يعني الواحد بفرح بأهله، دخلة الأهل والجيران عليه، والعيد هذا كله أضاحي، يعني حتكون أضحية إن شاء الله. إن شاء الله لجميع كل أمة محمد إن شاء الله بيبقى العيد علينا خير يا رب، ورزق على الشعب كله وعلى شعب فلسطين، وبهدي عديدة على شعبي فلسطين وعلى أهلي وعلى جيراني وعلى أولادي وعلى كل جميع أمة محمد، وإنت بألف خير. أحب أهني الشعب الفلسطيني عامة والسيد الرئيس أبو مازن حفظه الله خاصة، والأمة الإسلامية، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. إحنا من تلفزيون فلسطين بنحكي لك كل عام وأنت بخير، وأنتم بألف صحة وسلامة إن شاء الله. سلمي. بنصحى بنصلي صلاة العيد، بننزل بنعيد على بابا وماما وبنحكي لهم كل عام وأنتم بخير، بعدين بنفطر كعائلة مثلا، وبنطلع مع صحباتنا في أول يوم، بنروح على مطعم نقضي وقت فيه، بنتمشى، بنعيد على قرايبنا وبنعيد عليهم وننبسط معهم، وبنقعد قعدة عيلة. بصلي صلاة العيد وبنصر عيد على بابا وماما، وبنروح نعيد على قرايبنا وبنطلع على الأسرة كلها مع بعض. بنقولكم كل عام وانتم بخير، وطبعاً تفضلوا معنا، هذه منا من تلفزيون فلسطين. والله نأمل يعني أن تكون أجواء سعيدة يعني في ظل الظروف الصعبة اللي بعانيها شعبنا، ولكن شعبنا تعود دائما أنه صاحب إرادة وقادر أن يتجاوز لحظات الصعاب. نتمنى أن يكون عيد خير وبركة على أبناء شعبنا جميعا في كل يعني أصقاع الأرض، وتحديدا في قطاع غزة وفي الضفة وفي الشتات، وكل عام وشعبنا الفلسطيني بخير، وينعاد علينا إن شاء الله وقد أزيلت هذه الغمة عن صدور شعبنا وأزيل هذا الاحتلال، وأن نحتفي إن شاء الله العيد القادم على أبواب القدس إن شاء الله رب العالمين. احنا طبعا التهنئة لزوجتي وللأبناء وللوالد ولأختي وإخواني ولكل العائلة بصراحة، وطبعا هي فرصة للتكافل وللتراحم وللتزاور
فرصة جميلة أنه أن تلتقي العائلة في هذا اليوم السعيد من أجل أن تعزز وتكرس هذه القيم التي تربينا عليها وقيمة التوادد والتراحم، وإن شاء الله رب العالمين نجتمع وإياهم دائما على الخير إن شاء الله. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير، وتلفزيون فلسطين بخير إن شاء الله، يعطيكم العافية. أول تهنئة إحنا بنحس فيها ولازم نشعر فيها بأهلنا بالضفة، بجنين وشباب جنين وولاد جنين وحجارة جنين وكل شاب فلسطيني في الضفة وفي غزة وفي الخارج. وتاني تهنئة للأسرى والمعتقلين، وإن شاء الله يا رب يخرجوا بالسلامة هيك يتمتعوا بالحرية ويتمتعوا بالعيد بأحضان أولادهم وبناتهم وزوجاتهم، وإن شاء الله أيام حلوة عليهم وعلى الجميع. وثالث تهنئة للجرحى والمصابين، ربنا يشفيهم ويخفف جراحهم ويحميهم، والله معنا إن شاء الله. وإنت بألف خير وينعاد عليك وهالشهر الكريم وهالأيام الكريمة. وتحياتي للجميع ولبناتي ولأولادي بالضفة، وبهنيهم بمناسبة العيد، وكل عام وانتم بخير. زي كل سنة والله، يعني بننزل السوق بنشتري الصغار، يعني هي الطريقة الوحيدة اللي بنفرح فيها أولادنا، نشتري أواعي، نشتري لهم ألعاب، بس هو المنفس الوحيد يعني للأطفال في العيد. الأول يوم الأهل بيجوا زيارة، إخواتي يعني وأهلي وقرايبي، بننزل نتفسح للصغار يعني بوديهم على المنتزه على الملاهي. تاني يوم احنا بنتفسح بنروح على اهلي بنروح على قرايبنا برضه، بنلتم احنا وخواتي في عند اهلي. بنوجه رساله تهنئه لامي اول اشي، لاخواتي ولشعب فلسطين وللاسرى، ان شاء الله ربنا بفك اسراهم. بوجه رسالة لكل الأمهات اللي تعبوا في امتحانات الأولاد، إن أنا منهم يعني، وكل عام هم بألف خير إن شاء الله يا رب، وإنت بالصحة والسلامة. أهلا وسهلا، وإنت بالصحة والسلامة، شكرا كثير.